السعاده الامل الحب عليكم. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم حوار مع ياسمين. الحلقه النهارده مميزه ومختلفه، هنكمل فيها موضوعنا اللي اتكلمنا فيه المره اللي فاتت علشان هو موضوع مهم، وهو كلامنا عن التوحد. بس قبل ما نبدا نقول لكم هنتكلم في ايه عن التوحد، تعالوا نرحب النهارده بالاعلاميه بسنت حماد معانا في تقديم البرنامج. اهلا بيك يا بسنت. اهلا بيك يا سامي، منورانا في البرنامج. نورك حبيبي. طبعا احنا عارفين التوحد قد ايه اضطراب كبير وبيأثر بشكل كبير جدا على الطفل وعلى حياته، سواء الاجتماعية او الحياتية بشكل عموما. فعشان النهاردة جبنا لكم دكتور يتكلم معانا عن التوحد. تعالوا نشوف النهاردة معانا دكتور حسن، سيد حسن، معانا في تقديم الحلقة. اهلا بيك يا دكتور سيد. عامل ايه؟ ماجستير في التربية الخاصة. اهلا بك يا دكتور، بكرر الترحيب بحضرتك مره ثانيه. هبدا سؤالي معاك. السؤال ده سمعناه كتير جدا، امهات كتير جدا بتشتكي ان ابنها بيقعد فترات طويله جدا بيتفرج على التلفزيون او قدام التليفون. هل فعلا التلفزيونات او الاجهزه الالكترونيه بوجه عام بتجيب توحد للطفل؟ اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الطفل عامه طول ما هو متروك بدون اهتمام او بدون رعايه ده بيأثر عليه بالسلب. التلفزيون والاجهزه عامه ايا كان نوع الاجهزه، ده كله بيضعف قدره الطفل على التواصل مع الاخرين. يعني انا النهارده حاطط الطفل قدامي 24 ساعه او ايا كان التايم اللي هيقعده قدام التلفزيون، ده هيخلي الطفل عندي اصبح عنده نقص او حرمان لغوي، التواصل بتاعه هيقل طول ما انا قاعد طول الوقت حاطه قدام التلفزيون. فده شيء طبعا مش محبذ نهائي. صح. طيب يا دكتور، في امهات تقول لك انا لما بطفي التلفزيون الولد يفرض عليا رايه ويقعد يتنطط ويصرخ لحد ما يجبرني ان انا اقلب التلفزيون تاني. لازم تكون الام عندها شخصيه مع ابنها. الطفل اللي بيفرض شخصيته على امه ده بيكسب ثقه للطفل. الثقه دي بتخليه في كل موقف يحاول يمشي كلامه، مش بس الموقف ده بتاع التلفزيون، لا في اي موقف. فلازم يكون الام حازمه وعندها قدره على ان هي توصل للي هي عاوزاه من ابنها. تمام يا دكتور. طب في حاجات كتير يا دكتور، في امهات كتير معتقده ان اللي هو التوحد ده مرض، اللي هو بيروح بعلاج، اللي هو بمجرد مفيش علاج، مفيش دواء يعني على مستوى العالم مفيش دواء بيتاخد من خلاله يروح التوحد. لا، هو اضطراب نمائي بيفضل مع الطفل من هو صغير لحد ما يكبر. بس كل ما كان في تدخل مبكر وكل ما كان في برامج مؤهله للطفل او برامج يعني على حسب قدراته، ده بيساعد الطفل ان هو يتحسن. بيتحسن وقدرات كلها تبتدي يعني تنتقل من نقطه من صفر لنقطه متميزه بيه، او بيطلع من مستوى سيء لمستوى او جيد. او تقدر تقولي يعني فعلا مش دكتور مخ واعصاب لا مفيش حاجه يعالج المشكله دي خالص. لا، ممكن يتعمل اشعه رنين، ممكن يتعمل مثلا جلسات على المخ، لكن كل ده ما هي الا وسائل تحفيزيه او مساعده، لكن مفيش علاج نهائي. علاج نهائي للتوحد هو التدريبات اللي في البيت، سواء كان التدريبات من الام او تدريبات من الاخصائيين او من تيم ورك عامه. بس في دكاتره بيكتبوا علاج، يعني علاج ياخده الطفل؟ لا مفيش حد. هو حاليا لحد دلوقتي مفيش علاج نهائي. الطفل بيولد حامل للجينات، حامل للاضطراب. الاضطراب ده بيكون ناتج عن مثلا جينات او ناتج عن مثلا مشكله حصلت للام، فبالاخر يعني او في النهايه ان هو بيكون نازل بيه. في العلاج بقى او دواء ياخده يبتدي من خلاله التوحد يروح منه، لا لحد دلوقتي مش موجود. يعني ده اعتقاد خاطئ. طبعا الامهات. لكن طول ما انت بتضربي ابنك طول ما انت هتاخدي منه نتائج كويسه جدا. طيب يا دكتور، هو التيم اللي انتوا بتشتغلوا بيه يعني التيم بيكون عباره عن ايه؟ دكاتره ولا يعني اخصائيين؟ يعني هو بصي، احنا كل بنكون مثلا مجموعه اخصائيين، ما بين اخصائي حركي نفس حركي او اخصائي علاج وظيفي او اخصائي تخاطب او اخصائي تعديل سلوك او اخصائي تنميه مهارات. الاخصائيين كلهم ما هم الا مجموعه مساعده للطفل. الخمسه او سته او سبعه اخصائيين اللي شغالين معاه دول بيخلوا الطفل عنده قدره على ان هو يكون قدره على التاهيل. كل ما كان الاخصائيين مدربين اكتر وعندهم خلفيات اكبر وعندهم خبرات اكتر، ده بيخلي الطفل نفسه عنده يعني زي ما تقولي ياخد الخبره بشكل اسهل، لان اللي قاعد قدامه حد متمرس وحد فاهم. فبالتالي الطفل بيكون استجابته سريعه، عكس ما يكون مثلا اخصائي لسه مبتدئ فيكون الطفل كمان لسه مش فاهم، فتلاقي العمليه فيها صعوبه. طب خليني ادخل معاك جوه المركز يعني او جوه العياده نفسها. الطفل ازاي بتعملوا استعدادات قبل التهيئة دي بقى؟ ممكن يكون الطفل قبل الجلسة يعني بنحاول نخفف التوتر، بنحاول نخليه مثلا يكون لو في محفز نستخدمه، بنحاول ان يكون الولد نفسه يعني نفسيا لو في جو من الفاني او مثلا الضحك او كده، بحيث ان هو يحاول يخش الجلسة ما يكونش مضطرب او متوتر. فبالتالي كأخصائي مش هيعرف يطلع النتيجة اللي هو عاوزها من الطالب اللي قاعد قدامه. صح. فدي مهمة جدا. الحتة كمان الأهم، لازم الأمهات في البيوت
يحاولوا يطبقوا تعليمات الاخصائي ويحاولوا يعملوا زي ما تقولي مركز في البيت. ما هم بيعملوش كده. للاسف بقى هو بقى ازاي تعملي مركز في البيت او ازاي تعملي ازاي تعملي تحطي كرسيين مثلا في البيت وتجهزي مكان، المكان ده يكون كانه فصل او مدرسه. انت كأم كل ما عملت، كل ما انت حاولتي انك مثلا سي تحطي هدف انك عاوزه تخليه مثلا الاعتماد على الذات، فهو مثلا ازاي ياكل لوحده، ازاي يشرب لوحده، ازاي يروح الحمام لوحده، كل المهارات اللي عايز زي ديت، المهارات دي محتاجه من الام يكون عندها صبر وعندها وعي باشراف اخصائي، باشراف الاخصائي. كل ما كان في اخصائي عنده قدره على ان هو يوصل للام معلومه صحيحه وتدريب سهل في البيت تطبقه، ده بيساعد الطفل. لكن انا احط للام مثلا اهداف صعبه وهي مش فاهمه يعني ايه تطبق منين او تبدا من الالف يعني. ومعظم الامهات تيجي تقول لك في المركز ايه، هو ابني هيخف امتى، هو هيتحسن امتى، هلاقي نتيجه امتى. ممكن تكون هي ما بتشتغلش اصلا. ايوه دي مشكله. هل هي لما بتشتغلش مده العلاج معاك بتزيد او التاهيل بيزيد طبعا، ولا طبعاً هو بيأثر على شغلك بشكل تام؟ بيبان طبعا اذا كان الام نفسها عندها قدره او عندها استعداد ان هي تشتغل مع الولد، وبيبان جدا اذا كان هي ام عندها قدره على ان هي تطبق الاهداف. في امهات تقول لها الاهداف وتبدا تشتغل على حاجات ثانيه خالص بعيد عن اللي انت حاطه او بعيد عن السيرك او الخطه بلان كلها. لكن كل ما انت كان عندك قدره انك تقنعي الام ان ازاي هتشتغلي وازاي هتفهمي وازاي هتوصلي المعلومه، هتاخدي في الاخير مقابل كويس جدا من الولد، هتاخدي يعني رد فعل ممتاز اللي احنا عاوزين نوصله ان هو الولد يبتدي يتحسن. المشكله اللي حاصله ان كتير جدا من الامهات بيعتمدوا على الاخصائيين. صح يعني بيبقى خلاص هي بتعتبر ان بيعتبر الام تعتبر ان هو طالما راح للاخصائي هو كده خلاص. معنى كلام حضرتك ان الام جزء اساسي من خطه العلاج طبعًا يعني طبعًا. اكيد حضرتك الموضوع مش بيعتمد عليك ككل. لا هي الام كمان بتبتدي، انا في التقييم بتاعي باخد من المعلومات الاساسيه من الام، انا ما اعرفش الولد، انا اول مره اشوفه. فباجي اسال مين؟ الام. فاذا هي عمود فقري للخطه برضك بالنسبه لي انا. بحط البلان بتاعتي وكل البوينت الموجوده بناء على كل الكلام اللي بسمعه منها. هو الولد عنده كسوف في كذا، عنده نقاط قوه كذا. انا ببتدي اوازن اشوف ايه اللي محتاجه وايه الاولويات. مثلا عمره 5 سنين ولسه بيلبس حفاظه ومش بيروح الحمام. لا ببتدي احط برنامج حمام. مثلا سي عمره 8 سنين والكلام عنده لسه ما فيش، لا ببتدي احط له اهداف للكلام. ابتدي اشغل الام وادخلها معايا جلسه التخاطب عشان تشوف الجلسه بعينيها. بس ده مش غلط، اصل في اخصائيين يعترضوا لا الام ما تدخلش ممكن تبوظ لي شغلي، ممكن الطفل بيبقى قاعد متشتت بيها واللي هو مركز معاها. صح. فدوت صح ولا غلط؟ لا هو بس انا اهم حاجه عندي ادرب الام مع الطفل. ممكن انا دايما بعمل كده في جلساتي. بحاول ان اخلي الام نهايه الجلسه في اخر 10 دقائق ربع ساعه تعالي اتفضلي احنا اشتغلنا على الف وب وج. اشتغلنا على البوينت 1 و2 تعالي اتفضلي دول هتشتغليهم في البيت. بتساعدك في البيت برضه. انا بقول لها اشتغلي على الحاجات دي في البيت ليه؟ عشان تسهلي علينا بعد كده الجلسه اللي بعديها. بحيث ان هي بعد كده لما تيجي تقول انا اشتغلت كذا والله لقيت صعوبه في كذا ولقيت نتائج ايجابيه في كذا. فانا بالتالي ايه اللي بيحصل عندي؟ انا ببتدي افهم هو الولد ايه اللي ناقصه؟ هكمل على ايه؟ هبدا منين؟ عاوز اقول لحضرتك حاجه كمان مهمه، ان التوحد مش ما ينفعش نركز على جانب وجانب، لا اخفاء الجانب مقابل الاهتمام بجانب ده بيأثر بالسلب. لكن احنا نهتم مجموعه شبكات، يعني مجموعه عناصر متداخله، تنميه المهارات مع التخاطب مع تعديل السلوك مع العلاج النفسي الحركي مع العلاج الوظيفي مع كل الحاجات دي. وازاي الطفل ده كله بيستوعبه في جلسه واحده؟ لا مش في جلسه، هو بيكون مجموعه تيم ورك اللي كنا عليه في الاول. الاخصائيين كلهم بيكونوا يعني مساعدين للامر ده. يعني هو الطفل بيقعد فتره معينه في المركز وليكن نص ساعه او ساعه؟ لا في اطفال بتقعد شيفت 4 ساعات أو 8 ساعات. الساعات دي مقسمه بين مثلا جلسه تعديل سلوك، جلسه تنميه مهارات، جلسه تخاطب. الجلسات دي كلها ما هي الا دائره احنا بندور فيها. الولد بيطلع من جلسه لجلسه، ده بيساعد ده من خلال الشبكه المتداخله. لكن احنا مثلا سي اهتمينا بالتخاطب بس واهتمينا بالفيتنس بس تاني. هيأثروا في الرعايه الذاتيه. الولد بيقرا كويس جدا وبيفهم كويس جدا بس ما بيعرفش يعتمد على نفسه في الحمام. فدي مشكله بالنسبه لي. الولد سي عنده مثلا ما بيعرفش مهارات السوشيال بالنسبه له زيرو، المهارات الاجتماعيه ما بيعرفش يتعامل مع الناس، ما بيعرفش يطلع يسلم، ما بيعرفش يتكلم لما حد غريب يساله. دي اذا عندي كسوف في المهارات الاجتماعيه. المهارات اللغويه عنده ضعيفه، ان هو مثلا سي مش مؤهل ان هو يروح مثلا في مكان يشتري حاجه. معظم الاطفال كده اصلا فده كله بيرجع لان الام لازم نفسها تحاول تشتغل على المهارات دي وتحاول تفهم الاخصائي نقاط الضعف، بحيث ان هي طول ما في نقاط ضعف يبقى احنا محتاجين شغل. نقاط الشغل دوت بيتعامل بناء على اللي احنا شايفينه قدامنا. الولد عنده كسور في الف وبي وجيم، بيبتدي الام تقول له انا عندي مشكله في كذا، الولد ما بيعرفش يتصرف في كذا. ببتدي انا كاخصائي لا الحل الاول كذا، الحل الثاني كذا، الحل الثالث كذا. والام ترجع تقول لي طبقت ده وده ما ينفعش او ده نفع. كل الحاجات دي كلها بتساعد الطفل ان هو يوصل بينا المرحله، يوصل معاه المرحله
تقدر تقول ان هي مرحله فيها طمأنينة تجاه الطفل. تقدر تعتمد على طفلك، تخليه مثلا لما ينزل تبقى انت مطمنه ان هو هيعرف ازاي يتعامل ازاي. بناء على كلامك يا دكتور، عايزين بقى الحلقه بتاعتنا احنا بننصح كل ام ازاي تتعامل مع ابنها اللي عنده توحد في البيت. ايه اهم الانشطه اللي المفروض الام تعملها في البيت لو ابنها مصاب بالتوحد؟ والله لو يعني أول عايزين نكثف النقطه دي عشان لازم تنظم وقته. تنظيم الوقت في البيت ده مهم جدا. الام طول ما هي منظمه الوقت ابنها، ده بيساعد الولد ان هو يكون يومه افضل من اي يوم فيه عشوائيه. اليوم المنظم بيتنظم ازاي؟ بيتنظم مثلا بفكره اول حاجه هبدا بتدريب مثلا تخاطب. انا عدو 20 دقيقه. الولد عندي ما بيقعدش على الكرسي اصلا، لا هنبتدي مثلا نخليها 5 دقائق. بجيب محفز معايا مادي او معنوي بخليه جنبي، ببدا الكرسي قدامي وابدا ان انا احاول ان انا اوصله اللي انا عاوزه اوصله له. لقيته بردك عمال يعيط ومش باصص لي، ابتدي اطلع المحفز، يلا اتفضل بص في عينيا وامسك ايديه واخليه يبص فيا. في ناس بياخدوه البونبوني ولا الحاجه ولا اللعبه وما يشتغلش معايا. لا ده بيبقى مثلا هو، لا انا مش هديله الحاجه لما اخد منه اللي انا عاوزه. دايما الاخصائيين في مشكله بيقع فيها ان هو بيبتدي دايما يقدم كل اللي عنده، لا انت دايما تستنى الطفل قدامك تشوف رد فعله ايه. هيجيب ايه؟ لان وده حتى والام في البيت لازم تشتغل على النقطه ديت، ان انت ما تحاوليش انك تخلي ابني كل حاجه سهله، لا خدي منه اللي انت عاوزاه وادهوله، عاوز ميه يطلب، ما يسحكيش من ايديكي وياخدك على الثلاجه او شارع كوبايه. لا ما تديليش كده الميه، انت كده سهلت الامر. لا انت مطلوب منك انت كام انك توجهي ابنك ازاي يتكلم. طب بناء على كلام حضرتك يا دكتور، لو الام قصرت في دورها في فتره العلاج، ده بيطول فتره العلاج؟ طبعا ما هو انت عملتي دور مهم. الدور ده لما كل ما كان فيه كسوف كل ما كان فيه مشاكل بعد كده. لكن نرجع تاني لنقطه مهمه، ان انت ما يبقاش بس انت ام ملقنه اللي هو عاوز اكل خد كل، عاوز اشرب خد اشرب، عاوز انام روح نام. لا دي كارثه اصلا. الولد بيبقى قاعد قدام الشاشه حافظ مش فاهم وقاعد هو من قبل ما يطلب اصلا ياكل او يشرب او يروح الحمام هو المطلوب. كل حاجه هو كل حاجه قدامه. انت كده اخليته تغفل عنده جانب اللغه التعبيريه، هو ما بقاش يعبر، هو بقى كل حاجه عنده باشاره وبالايد. فاصبح في خلل عندي خاص. اصبحت الام من ام اخصائيه، اللي هو اصلا موضوع الحلقه ان احنا ازاي نخلي الام اخصائيه، الى الام اللي هي دادا. صح. الام الدادا اللي هي ايه؟ بس خد كل خد اشرب خد نام. لا هو مش كده. الام اللي لازم تكون عندها القابليه والقدره على ان هي توصل المعلومه بشكل مبسط، وما تسهلش الولد اللي هو عاوزه الا لما يكون فعلا في موقف مستدعي. لكن الولد معايا في الجلسه، لا يبقى انا استنى لما الولد يهدى هيستخدم المحافظ، ابعد عن اي مشتتات، تلفزيون، موسيقى، اغاني، ايا كان المشتت، احاول ان يكون الجو هادي جدا. انظم الجلسه بحيث ان هو يكون عنده قابليه. هيعيط معاكي في اول الجلسه، هيعيط وده طبيعي جدا. وتيجي اخصائيه تقول لك اصل، تيجي ام تقول لك الاخصائيه بيقعد معايا بيقعد يعيط. هو ما هو لازم يعيط، هو جو جديد. ده طبيعي بالنسبه لما يعيط عيطي زيه والله. يعني انت جربيها كاخصائيه مثلا، انت اشتغلت مع الولد وعيطي نفس طريقه عياطه، اعملي نفس التون بتاعه ونفس ليفل الصوت والرياكشن، هتلاقيه الصوت بتاعه هيهدى خالص وهيهدى معاك. ليه؟ لان هو بيعمل ده ليه؟ دي اسمها الحاله الدفاعيه. ايه عشان يهرب من الموقف، عشان يهرب من الجو. الحاله الدفاعيه دي طول ما هو بيحاول يعملها هو بيحاول يجيب اخرك انت. ها اللي انت هقعد اعيط وهعمل حمام وهضرب نفسي وهعض وهعمل كل ده. طب انا وبعدين وصلت لايه؟ لا انت لازم يكون عندك صبر، لان هو اللي بيعمل ده كله هو وسائل دفاع النفس عن نفسه. فطول ما هو بيدافع عن نفسه هيستخدم الحاجات دي. انت ما كنتش، لو كنت انت كاخصائي او ام مش فاهمه الكلام دوت، انت مش هتقدري تعملي حاجه. انت مش فاهمه هو بيعمل كده ليه؟ ده بيعيط حرام. طب خلاص خليه الجلسه دي، معلش كانسل دكتور او كانسل بس. امهات حنينه بقى. لا ما هو ما ينفعش. هو بيعيط عشان رد فعل طبيعي. الجو فيه ضغط وفيه رياكت وفيه. بس مفيش امهات لها خلق كده دلوقتي تقول لك لا. ماشي، ما انت بقى خصصي وقت في اليوم عشان كده تنظيم الوقت. يبقى ادواتك موجوده، تنظم ادواتك، تنظم الوقت، تنظم حتى جلستك. يعني الجلسه بتاعتك تكون مثلا سي بتلاتي، بداتي بوقت 5 دقائق، بداتي بوقت 10 دقائق. ما تطولش الجلسه يعني. حسب الجلسة ما انت اول ما لا على حسب استيعاب الطفل. امشي معاكي يعني مثلا النهارده هتسجلي قعد 5 دقائق. ايوه تدريجي. طول ما كان في قدره ان هو الولد يقعد اكتر طولي. بس ما تزوديش بقى مثلا يعني اخرك ساعه الا ربع، بحيث ان هو في الاخر ال 40 دقيقه دول يكون طلع بيهم بحاجه كويسه. لقيت ان هو في وسط الجلسه مثلا من يعني تنشن منك وفاصل خالص مفيش، ابتدي انت ممكن خدي بريك او استخدمي محفز او غيري النشاط. لما تغيري النشاط ايه اللي هيحصل؟ يبتدي هو يستعيد يستعيد التركيز بتاعه. الحته كمان المهمه جدا ان احنا نحاول التغذيه بتاع الطفل مهمه جدا، نحاول نركز على تغذيه الطفل. بقدر اطفال التوحد ليهم اكل معين؟ هو حسب اذا كان عامل حمية او مش عامل، لكن بالغالب
طول ما انت بتركزي على الخضروات والفواكه والفرشات فده حاجه ممتازه جدا. لكن انت مثلا سي لما بتركزي على الحاجات المعلبات والفاست فود والاشياء اللي كلها فيها مواد حافظه لا انت كده بعدتي عن اللي المفروض تعمليه. فانت لازم طب ليه ده يعني انا بسمع دايما ان الدكاتره بيمنعوا المواد الحافظه في فرط الحركه بالذات. لا ما هو من اعراض التوحد في فرط الحركه فانت بالتالي بتحاولي على قد ما تقدري انك تقللي المواد الحافظه وتقللي الاكل اللي يزود الهايبر اكتيف عنه. لا بتبعدي عن الحاجات اللي كلها المواد المصنعه او المواد الحافظه. لكن طول ما انت مركزه على الحاجات اللي فيها اللي هي الحاجات الطبيعيه ركزي على الطبيعيات اكتر ده بيساعد اكتر في طريقه العلاج عشان تركيزه يزيد معاكي. ما تبقيش انت كل يوم سناكس شيبسيات وعصاير وحاجات معلبه وتيجي تقولي الولد اصل عنده عسر هضم وعنده عدم تركيز وعنده فتحه. طب ما انت التغذيه ايه؟ التغذيه دي اهم حاجه. انت كل ما بتغذي صح طول ما انت بتحاولي على قد ما تقدري تاخدي طفل جاهز او قابل للتعليم. انما تديله حاجات كلها فيها مشاكل فهتلاقي في مقابل مشاكل. طب يا دكتور الطفل توحدي له رياضه معينه ممكن تساعد في طريقه العلاج؟ والله هو الرياضيات كلها يعني الاكسرسايز كلها ممكن تقول ان هي بتساعد. لكن مفيش حاجه محدده يعني مثلا السباحه بتساعد جدا ركوب الخيل بيساعد العجل او ركوب العجل الحاجات دي كلها بتساعد في طريقه العلاج اكتر في تركيزه. احنا الفكره ان احنا بنزود التركيز فيزيد الفهم فيحصل الاستيعاب. لكن انت مثلا سي مفيش تركيز مش هيحصل الاستيعاب مش هيحصل الفهم. فاحنا لازم هي زي ما بقول لك هي شبكه متصله ببعضها. طول ما انت عندك القدره انك انت مثلا سي تنظمي وقت وما بين النهارده في رياضه بكره في مثلا سي مثلا سوشيال ينزل المول يروح السوبر ماركت يبتدي يتعامل حتى بتعريف العمله يعني يبتدي يعرف قيمه العمله موزع انشطه ومعاكي جدول ومعاكي بلان وفي اخصائي بيوجهك اشتغل على كذا لا الولد عنده كسور في كذا محتاج كذا. بس ازاي الام يا دكتور في البيت يعني تعمل زيكم في الجلسه تخلي الطفل هو مش بيتعامل مع المجتمع هو تقعد تقول لك مثلا في البيت هو بيلعب لوحده ما يلعبش معانا اضحك انا ببقى بعيط ممكن هو يضحك ممكن انا بعيط هو ده اسمه عدم دعم انفعالي الضحك والعياط فانتوا بتعالجوا ده ازاي او هي بتتعامل مع ده ازاي تيجي تقول لك انا مش بعرف اخرج منه. لا بصي هو الضبط الانفعالي او عدم الضبط الانفعالي دي من سمه من سمات التوحد اللي هو العياط وقت ممكن وقت ما يستحقش او ما يعني ما يكونش فيه عياط وضحك في وقت ما يكونش مستدعي الضحك. ايوه فده اسمه عدم الضبط الانفعالي دي سمه موجوده في التوحد ودي بتروح مع كل ما كان فيه تدخل من الاخصائي اكتر. النقطه الاهم ان انت كأم ازاي النهارده انك مثلا ازاي تتعاملي معاه انك ممكن سي تدخليه في العاب جماعيه انت الاسيستنت بتاعه او المساعد ليه تقعدي من وراه وتدي تحركي ايديه يلا خد دي ما هو الطالب اللي هو الطفل التوحدي بيرفض اللي هو الالعاب في الالعاب الجماعيه ما هو انت اسيستنت انت مساعد انت بتقفي وراه بتساعديه يلا هات كذا خد دي هو مش بيعمل حاجه انت بس ما هو الا انت وسيله مساعده ليه هو مش هيتحرك مش هيعمل مجهود انت اللي هتعملي ده يعني انا كاني سانده ايده سانده ايده وانا اللي بعمل لاخوك وهو بعد كده يلا مد ايديك لاخوك الفكره في ايه ان هو بيبتدي يتعود على الخد والهاد يتعود على الكونتاكت يتعود على التفاعل او التعامل مع الاخرين ودي ما بتحصلش بسهوله بتحتاج مجهود من الام بس كل ما كان عند الام هدف ان هي توصل للنقطه دي بتحصل وبتحققها لكن هي هتقول لا صعبه مش هتوصل مش هتعرف تحققها لكن هي انت ما فيش حاجه اسمها مستحيل في التربيه الخاصه احنا اتعلمنا ان كان في حالات بتجي لي يعني كان عمرها 12 ما بيتكلمش وبدا يتكلم ده بيحصل ازاي؟ هو تدريبات وبتبداي تشتغلي وبتجتهدي مع بتجتهدي على قدر الامكان لكن تقولي اصل الولد عمره 12 مش هيتكلم لا مفيش حاجه اسمها كده التربيه الخاصه مفيش حاجه اسمها مستحيل اصل ما بيعرفش ياكل ما بيعرفش يمشي ما بيعرفش يمسك المعلقه ما بيعرفش يتكلم ده كله مع التدريب هيحصل لكن انت ما دربتيش وقلتي مش هينفع يبقى مش هتعملي نتيجه لكن انت النهارده كأم لازم تكون عندك هدف انك هتخلي الولد يتعلم ازاي ان هو يبتدي يتكلم بس انتوا برضو يا دكتور بتبقى عندكم وجهه نظر في الحاله اللي قدامك يعني انت مثلا لو ليكن عندها توحد انت عارف اقصى حاجه ممكن تعملها لها في العلاج ايه او اقصى تاهيل في امهات داخله انا ابني ما بيبقاش بيتكلم ولا بيتعامل ولا اي حاجه ولا في اي تفاعل التوحد عنده شديد جدا وداخله اللي هو انا عايزاه يقرا ويكتب ويدخل مدرسه ويتفوق ويتكلم ده كل ده في وقت سريع جدا يعني الاي كيو بتاعه كام الاي كيو بتاعه معدل الذكاء ونشوف هو قدراته ايه واعمل تقييم التقييم ده اهم حاجه التقييم ده بيبين لي اذا كان الطفل ده ايه هي نقاط ضعفه وايه هي نقاط قوته لكن انا ما اقدرش احط محاطه عاليه جدا لطفل هو لسه يعني نقدر نقول ما عندوش اي حد ادنى من المهارات لكن نقدر نقول مثلا هو عنده في نقدر نقول حد ادنى طب يبقى نشتغل عليه وننميها ان النقاط او البوينت اللي هو زيرو فيها دي بنحاول نعليها ونحاول نشتغل عليها لكن في نفس الوقت مش حاسسها مستحيل في امهات فضلت مع اولادها لحد ما وصلوا لثالثه اعدادي النهارده بيدرسوا منهج ثالثه اعدادي وهو كان توحد
وفي ناس متخرجه من ثانويه عامه والاولى على المحافظه كمان تقريبا من سنتين. ده كان ازاي؟ ده نتيجه ام اشتغلت وحطت اهداف مع اخصائي شاطر وبيئه منظمه وهاديه، الولد ابتدى يطلع نتائج. فده مش هيحصل الا لما يكون فعلا في حد فاهم بيشتغل ازاي عشان يلاقي نتائج صحيحه. النقطه كمان المهمه جدا الادوات. الامهات كلها عندها مشكله في ادوات، ازاي نجيب ادوات وازاي نوفر ادوات. اشتغلي بابسط البسيط الموجود عندك، مش قادره تعمليه انزلي اي مكتبه هاتي المتوفر. ما هو زي ايه يعني؟ تجيب ايه مثلا ممكن يساعدها ويكون سهل عليها؟ هاتي المجموعات الضمنيه اللي هي مثلا سي مش عارفه تشتريها، اعمليها انت بايديكي. هاتي مثلا سي كروت وقصيها واعملي شكل تفاح، كروت وقصيها واعملي شكل عنب. اشكال تكذبه يعني اللي هو حاجه اللي هو الكروت دي كلها وسائل مساعده، وسائل عشان مساعده ليه؟ فمثلا هي مش عارفه توفر، مفيش مكان عندها تشتري منه، او مفيش امكانيات ماديه. اشتغلي بالحاجات السهله، هاتي حتى خيط وخرز وبعد يشتغل في البيت. علميه التركيز، كل ما زاد التركيز عنده كل ما كان هو عنده القدره على ان هو يفهم. التركيز عشان تنميه ممكن يومين هيزيد الاستيعاب اكتر عنده. هيبدا يفهم ويتعلم ويتفاهم. انت كمان في البيت لما تعيد الهدف اكتر من مره هو حصل له اتقان للمهاره. اتقان المهاره ده بالنسبه له هو احنا ده اللي عايزين نوصل له، ان توصلي بالطفل دوت لاتقان المهاره. ده مش بسهوله، ده محتاج ام عندها صبر واخصائي شاطر يبدا يحط الاهداف. النقطة الثانية بعد الأدوات زي ما قلنا ننوع في الأنشطة. يعني ما نشتغلش على جانب واحد ونخسر بقية الجوانب. في ناس بيشتغلوا اللي هو كل يوم تعلم ابنها كده اللي هو خلاص مفيش حاجة. لا، أنت النهاردة تاخديه مثلا مكان جنينة وبكرة تاخديه مول وبعديه تاخديه مثلا عند الحلاق وتقعدي معاه وبعديه توديه سوبر ماركت وبعديه توديه عند الجزار وتوديه المخبز. لازم يتنوع الأنشطة بتاعته، يفهم ازاي يتعامل هنا وازاي يتعامل هنا وازاي يروح هنا وازاي، ويعرف حتى التعامل النقدي ازاي يتعامل بفلوس. تروح تشتري يلا وأنت واقفة في السوبر ماركت تخليه هو اللي يدفع. ده كله بيخلي بقى كارثه. الام اصلا ما بتنزلش الطفل التوحدي من البيت. لا، هي تنزل وهي معاه. طول ما هو لسه سنه صغير وما عندوش قدره على التحدث او ان هو يوصل لك المعلومات. لا، انت تنزل معاه وتوجهه. لكن الطفل وصل سن كبير وبدا يفهم ومتعلم وفاهم وواعي. وفي امهات ما شاء الله بيكلم ام على الواتس، ماما انا وصلت، ماما انا هنا. مش بيكون عنده الديالوج او الحوار الكامل، بس بيبدا يديها كلمات، يديها حاجات بتدل يعني على اللي بيعملها. يعني يقول لها انا فين وصلت ايه. فده كله مع التدريب بيحصل. لكن انا ما يبقاش انا كل حاجه ماسك الولد في ايدي ودايما حاصل كبت على الطفل. طب انا النهارده هخليه ازاي يوصل او ازاي يعتمد على نفسه وازاي يقدر الطفل نفسه ان هو يقدر يتعامل مع الاخرين. لازم هو اللي يتعامل ويتفاعل علشان هو اللي يعتمد على نفسه. طب هو بعد التاهيل يا دكتور الناس دي بتقدر فعلا ان هو تتعامل وتتفاعل مع المجتمع وتتكلم زينا وتروح وتيجي؟ بتوصل لمرحله متميزه وممكن تشتغل كمان. طبعا انا شفت حالات يعني في مصر وفي السعوديه واكتر من مكان بيشتغلوا. ممكن يشتغل هو كاشير وبيشتغل استقبال وبيشتغل حاجات كتير جدا. يعني فعلا نتيجه العلاج ممكن توصل ل 100%؟ كل ما كان فيه تاهيل صحيح، وكل ما كان تقريبا فيه تدخل مبكر للام والاهل. التدخل المبكر ده من اول سن سنتين، اول ما بين الاعراض وسنه ونص. في اطفال انا شفتهم بتلاقي سنه ونص وبين الاعراض عليه واضحه. وفي اطفال ممكن ثلاث سنين تلاقي يحصل لبس، هو توحد ولا محتاج يبقى في حيره شويه. فده كل ما كان في خطه صحيحه وحد شاطر شخص الولد بنقدر ان احنا ناخد اهداف صحيحه، والسن كمان يكون مبكر كمان. طبعا ونحط خطه توصل الولد لمرحله ممتازه. لكن هو زي ما بقول الامهات، خلي عندك صبر دايما، ما تيأسيش من مستوى ابنك. كل حاجه مع التدريبات بتتعدل. كل ما كان عندك قدره على انك تصبري على الهدف هتوصلي للي انت عاوزاه. لكن النهارده انت مستعجله ودايما متوتره، يعني واصله لمرحله انت بتوتري الولد معاكي. لا، اول حاجه حطي اهدافك، شوفي محتاجه ايه، ايه نقاط الضعف واشتغلي عليها عشان تحسي بنتائج سليمه. تمام. شكرا جدا يا دكتور سيد، نورتنا جدا جدا في البرنامج. شكرا على المعلومات الجميله ديت، ويا رب كل ام سمعنا دلوقتي تصبر على ابنها وتبدا تنفذ التعليمات اللي الدكتور قالها. حقيقي معلومات مهمه وبسيطه جدا، تقدري تشتريها من اي مكتبه متوفره جدا. انا عن نفسي لما بنزل اشتري اي حاجه بلاقيها، ممكن تجيبيها وتشتغلي بيها على ابنك وان شاء الله يكون احسن. شكرا جدا، نورتنا جدا في البرنامج. نورتنا جدا يا دكتور في البرنامج. بنور حضرتك اكيد طبعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استنونا في حلقه ثانيه بامر الله. شكرا.